السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. هذه نموذج أسئلة وزارية لمادة العلوم للصف السادس ابتدائي للسنوات السابقة. ملاحظة، الإجابة عن 5 أسئلة فقط. السؤال الأول، ما المقصود لخمسة مما يأتي؟ الدرنة. الدرنة وهي ساق أرضية متحورة لخزن المواد الغذائية، وتوجد على سطح الدرنة نتوءات تسمى العيون. الفسيلة الهوائية وهي نوع من أنواع فسائل نخلة التمر ينمو مرتفعاً على الجذع. الفقرات وهي تراكيب عظمية قرصية الشكل، ويوجد بين كل فقرتين تراكيب طرية تسمح بانحناء الفقرات تسمى الأقراص. الجزيء وهو أصغر وحدة في المادة تحمل خواص تلك المادة الأصلية. وزن الجسم وهو قوة جذب الأرض للجسم والتي تتجه نحو الأسفل. الامبير وهي وحدة قياس التيار الكهربائي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. يبلغ عدد العظام في جسم الإنسان البالغ هو 206 عظمة. النقطة الثانية، الوحدة التي تقاس بها الكتلة هي الكيلوغرام. ثالثا، يسمى جزء الأذن الحاوي على الصيوان بالأذن الخارجية. النقطة الرابعة، أي المواد الآتية تمثل مركباً؟ الجواب هو الماء. 5. الوظيفة التي يقوم بها الجلد والتي تعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم هي التعرق. السؤال الثالث، ما المقصود بالذرة وممن تتكون؟ الذرة هي أصغر جزء من المادة تشترك في التغير الكيميائي، وتتكون من النواة والإلكترونات. باء، قارن بين 2 مما يأتي، العضلات اللا إرادية والعضلات الإرادية. العضلات الإرادية وهي العضلات التي يمكن التحكم في حركتها، مثل عضلات الذراعين أو الساقين. أما العضلات اللا إرادية وهي العضلات التي لا يمكن التحكم بحركتها، مثل عضلات المعدة والقلب. المواد الشفافة والمواد المعتمة. المواد الشفافة هي المواد التي تسمح للضوء بالمرور من خلالها، مثل الزجاج الصافي. أما المواد المعتمة وهي المواد التي لا تسمح للضوء بالمرور من خلالها، مثل الخشب. التغير الفيزيائي والتفاعل الكيميائي. التغير الفيزيائي لا ينتج عنه مادة جديدة، أما التفاعل الكيميائي ينتج مادة جديدة تختلف في خواصها عن المادة الأصلية. التغير الفيزيائي لا ينتج عنه مادة جديدة، أما التفاعل الكيميائي ينتج عنه مادة جديدة. السؤال الرابع، املأ 5 من الفراغات الآتية. تسمى الطبقة الداخلية للعين التي تحتوي على أجسام حساسة للضوء بالشبكية. ثانياً، الجهاز الذي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية هو المولد الكهربائي. ثالثاً، جزء الجنين الذي ينمو ليكون ساق النبات يسمى الرويشة. رابعاً، عندما تكون الأرض بين القمر والشمس يحدث خسوف. 5، توضع المواد المتفاعلة عند كتابة المعادلة الكيميائية على يسار السهم. 6، الطبقة الخارجية من الجلد تسمى البشرة. السؤال الخامس، أجب عما يأتي. ما الطرائق الطبيعية لتكاثر النباتات؟ ثانياً، ما فائدة العتلة؟ فائدة العتلة هنا نقول تجعل إنجاز العمل أسرع، وتوفر القوة المبذولة، وتجعل أداء الأعمال أكثر سهولة. النقطة الثالثة، ما أقسام الجهاز العصبي؟ أقسام الجهاز العصبي هو الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي أو المحيطي. الجهاز العصبي المركزي يتكون من الدماغ والحبل الشوكي، أما الجهاز العصبي المحيطي يتكون من شبكة كبيرة من الأعصاب. رابعاً، ما الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الطعم؟ أن يكون من الأصناف المرغوبة وخالياً من الأمراض. السؤال السادس، أليف، ما وظيفة 2 مما يأتي؟ أولاً، الجهاز الهيكلي. الجهاز الهيكلي يوفر الحماية والدعم والإسناد للجسم. الغدد الدهنية تعمل على ترطيب الجلد، والجمجمة تحمي الدماغ وأعضاء الحس من المؤثرات الخارجية. باء، اذكر السبب لكل مما يأتي. أولاً، يمكن تمييز الطعم الحلو أسرع من الطعم المر، وذلك لأن براعم الحلاوة تقع في مقدمة اللسان، أما براعم المرارة
تكون في القسم الخلفي للسان، فيكون تمييز الطعم الحلو أسرع لأنها تقع في مقدمة اللسان. النقطة الثانية، يعد كل من المطاط والبلاستيك مواد عازلة للكهرباء، وذلك لأنها لا تسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها، وذلك لأن إلكتروناتها غير حرة. هذه أسئلة للسنوات السابقة، إن شاء الله تستفادون منها، وبالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.